انضم إلينا من بيروت الباحث السياسي حسن شقير، أهلا بك معنا سيد حسن. نتحدث عن الجبهة الأخرى، نتحدث عن المناوشات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. اليوم الوضع كان أو القصف كان أكثر كثافة في هذه المنطقة، توتر كبير على هذه الجبهة. حزب الله يقصف أو يستهدف العديد من المواقع التابعة لإسرائيل، هل يتجهأ الحزب نحو التصعيد في هذه المرحلة؟ صباح الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال أنا أعتقد أن طبيعة الإشغال الذي يمارسه حزب الله في الجبهة الجنوبية ستتصاعد رويدا رويدا. إذا أخذنا مسار الأحداث منذ عملية طوفان الأقصى إلى يومنا هذا، نرى هذا التصاعد، نلحظه أنه يعني ينساب من مزارع شبعة اللبنانية المحتلة إلى طول الحدود حتى وصولا إلى الناقورة، رأس الناقورة. لذلك أعتقد أن موضوع الإشغال سيستمر، كون حزب الله أعلن صراحة بأنه لديه هدفان أساسيان. الهدف الأول هو تحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة، والهدف الثاني هو دعم فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية في غزة بالطريقة التي يراها مناسبة، بالتنسيق مع باقي محور المقاومة خصوصا مع المقاومة في فلسطين. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع سيستمر، ربما يتصاعد أكثر فأكثر، يعني هذا حسب تطور الأحداث وحسب ما يرتدي حزب الله بالتنسيق مع حلفائه في محور المقاومة وتحديدا المقاومة في غزة. طيب، هذا الإشغال إلى أي مدى سيخدم الهدف الثاني الذي تحدثت عنه وهو مساندة غزة؟ أنا أعتقد أن هذا الإشغال يساند غزة بالفعل، وخصوصا بأن الجبهة الشمالية عند الكيان الإسرائيلي هي جبهة اليوم مستنفرة، هي جبهة يضطر الكيان الإسرائيلي معها إلى نشر فرق عسكرية بذاتها في هذه الجبهة. أيضا هناك عملية إفراغ للمستوطنات، هناك شلل اقتصادي وشلل في هذه المنطقة. إذا أعتقد أن هذا الإشغال بطبيعة الحال، إذا بغض النظر أيضا عن موضوع الخسائر الذي يمنى بها الاحتلال، يعني نتحدث اليوم عن 7 دبابات مركافة، نتحدث عن أكثر من 10 قتلى إسرائيليين، هذا الموضوع بطبيعة الحال يشكل هاجس كبيرا أيضا نقل بطاريات الدفاع إلى منطقة الشمال فلسطين المحتلة. كل هذا يشكل هاجس لدى الكيان الإسرائيلي، والورقة الكبرى التي يعني ما زال حزب الله يحتفظ بها أنه لا يصرح لغاية الآن ما هي الخطوط الحمراء التي إذا تجاوزها العدو الإسرائيلي يمكن له أن يفتح الجبهة بدرجة واسعة وكبيرة جدا. بالضبط متى؟ نعم، متى سيفتح الجبهة؟ متى من المنتظر أن يفتح حزب الله الجبهة بصفة كاملة على الحدود الجنوبية الإسرائيلية؟ وماذا بإمكانه أن يقدم أكثر لغزة؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، متى يا حزب الله يقوم بفتح هذه الجبهة. كما ذكرت أن لدى حزب الله بالتأكيد خطوط حمراء، هذه الخطوط الحمراء لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يتجاوزها، إن على صعيد غزة أو على صعيد لبنان.